بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. هذه الأحاديث الثلاثة كلها قوية وصحيحة، لكنها مختلفة. حديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. والثالث حديث أنس في تفصيل: وأول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. هذه الأحاديث ظاهرها الاختلاف، لكنها موفق بينها العلماء رحمهم الله، واختلفوا. منهم من قلب جانب الإباحة وهم الجمهور والثلاثة الأئمة: مالك والشافعي وأبو حنيفة، رخصوا في الحجامة للصائم. ومنهم من منع الحجامة للصائم وأخذ بالمنع وقال: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو الإمام أحمد وجمع من علماء الحديث فقهاء أهل الحديث رضي الله عنهم ورحمهم. ومن هذا الاختلاف في هذه الأحاديث، منهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا. وحتى شراح هذه الأحاديث من المعاصرين منهم من أخذ بإباحة الحجامة للصائم، ومنهم من أخذ بالمنع. ومؤلف كتابنا هذا رحمه الله الشيخ عبد الله بن بسام يقول: يأخذ بمذهب الإمام أحمد رحمه الله ويقول يمنع، وكان يمنع الحجامة للصائم، والمنع أبرع للذمة وأحرص على صيانة الصيام مما يؤذيه ويخدشه. فمثلا إذا احتجم الصائم كثير من العلماء يقول له: أخطأت. وإذا لم يحتجم فلا يؤمر بالحجامة، وليست بسنة. فالأولى لنا الأخذ بالمنع، نمنع الصائم من الحجامة خشية أن يقوم بصيام غير مكتمل ولا يجزي عنه.
وستأتينا أقوال العلماء رحمهم الله في شرح هذه الأحاديث جميعا. نعم. مفردات الحديث: البقيع بفتح الباء وكسر القاف، بعدها ياء مثنى تحتية، ثم عين مهملة وهي مقبرة أهل المدينة سمى البقيع. إلى الآن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهي المقبرة الوحيدة في داخل المدينة، فكانوا قسموها إلى 4 أو 5 أقسام، كل قسم يأخذونه في سنة ثم يعودون إلى القسم الأول في الماضي وينبشونه ويدفنون فيه، فإن وجدوا فيه عظاما أو شيئا ما جعلوها في ناحية من القبر، وإن لم يجدوا فيها شيئا وهذا هو الأكثر أنه يبلى ويتلف مع الملوحة، ملوحة الأرض، فالأرض مالحة تتلف العظام. درجة الحديثين: درجة الحديثين، الحديثان صحيحان، الحديثان صحيحان. قال الحديثان شداد، حديث شداد بن أوس وحديث أنس بن مالك، أما الأول فما ذكر درجته لأنه في صحيح البخاري. قال الإمام أحمد والبخاري عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه أصح حديث في الباب. أصح حديث في الباب يقول يقول الإمام أحمد رحمه الله، ولذا أخذ به دون ما سواه. وقال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضها بعضا. وقال الطحاوي وغيره: هي أحاديث متواترة عن عدة من الصحابة. وقال شيخ الإسلام: الأحاديث الواردة كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. وقال ابن القيم في شرح سنن أبي داود: الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وأما قوله وهو صائم فإن الإمام أحمد قال: لا تصح هذه اللفظة، وبين أنها وهم. ووافقه غيره: احتجم وهو محرم هذا صحيح، واحتجم وهو صائم هذا ليس بثابت. نعم. ووافقه في ذلك، ووافقه غيره في ذلك، والذي في الصحيحين احتجم وهو محرم. وقال في المغني: حديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. أما حديث رجحوا الإفطار أنه يفطر الحاجم لأنه رواه 11 من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث شداد بن أمس بن أوس فصححه غيره، فصححه غير من غير من ذكر، غير من ذكر مثل إسحاق وابن المديني، فصححه غير من ذكر، صححه غير هؤلاء، يعني جمع من العلماء صححوا حديث أوس الذي يقول أفطر الحاجم والمحجوم. أما حديث شداد بن أوس فصححه غير من ذكر مثل إسحاق وابن المديني وابن خزيمة والحاكم وعثمان الدارمي. وقال الزيلعي: إنه روي عن 18 صحابيا، وممن صححه ابن عبد البر وابن حزم. وقال الذهبي: قوله بالبقيع خطأ، خطأ فاحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق، يعني ما هو بقيع المدينة، أي سوق يقول البقيع. وأما حديث أنس فقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وقال الحافظ: رجاله كلهم رجال البخاري. وأما من رده منهم صاحب التنقيح فقد قال: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به، لأنه شاذ المتن والإسناد، وضعفه ابن القيم، ففيه نكارة حيث جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم مر بجعفر يوم الفتح وهو يحتجم، وجعفر قد استشهد قبل الفتح يوم مؤتة. يقول إن هذا الحديث
يعني مختلط مشتبه على الرواة. حديث أنس رجاله كلهم ثقات لكنه مشتبه عليهم، وقال هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأن شداد لأنه شاذ المتن والإسناد، الإسناد فيه مقال والمتن قوله مر بأبا جعفر وهو يحتجم يوم الفتح، هذا ما هو صحيح، لأن يعني جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد يوم مؤتة، ومؤتة قبل الفتح بسنين، ما يصح أن يكون جعفر يوم الفتح موجود أو كحاضر. مفردات الحديث: بعد مبني على الضم لقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه أي بعد ذلك. هذه بعد قال أنس رضي الله عنه، وكان أنس قال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة للصائم. بعد مبني على الضم دال مضمومة لأنه مقطوع عن الإضافة بعد هذا. نعم. الحجامة يقال حجم حجما من باب قتل، والحجامة بالكسر اسم الصناعة. قال في المحيط: وهي أن يشرط الجلد بالمشراط ثم يلقى في المحجمة قرطاس ملتهب أو قطن ونحوه، ويلزم بها مكان الشرط فيجب الدم بقوة، وفائدته جذب المادة إلى جهتها واستقراغ الدم بقوة الامتصاص. ما يؤخذ من الأحاديث: أولا، ظاهر الحديث رقم 553 حديث ابن عباس جواز الحجامة للمحرم بحج أو عمرة، وجواز الحجامة للصائم فرضا أو نفلا. ثانيا، الإمام أحمد وغيره من رجال الفقه والحديث طعنوا في زيادة وهو صائم، وقالوا الثابت احتجم وهو محرم. قال ابن القيم في شرح السنن: أن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه أمكن في الحديث من الشافعي ومن أبي حنيفة ومن مالك رضي الله عنهم ورحمهم، فهو من رجال الفقه ومن رجال الحديث، وبعضهم يقول لا، ليس من رجال الفقه بل وكله حديث، جوده وجهده كله بالحديث، فهو أولى من قوله أولى بالأخذ من قول غيره، رحم الله الجميع. قال ابن القيم في شرح السنن: الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما وهو صائم فإن الإمام أحمد قال لا تصح هذه اللفظة، ووافقه غيره في ذلك، والذي في الصحيحين وهو محرم. وهو محرم فقط، يعني لم يأتي احتجم وهو صائم، وإنما احتجم وهو محرم. نعم. ثالثا، أما الحديث رقم 554 حديث شداد بن أوس فإنه صريح في أن الحجامة تفسد صوم الحاجم والمحجوم. رابعا، أما الحديث رقم 555 حديث أنس بن مالك فيدل على كراهة الحجامة للصائم، وعلى أنها تفطر الحاجم والمحجوم في أول الأمر ثم رقص فيها في آخر الأمر. خامسا، الكراهة عند السلف يراد بها كراهة التحريم. سادسا، الحكمة في إفطار المحجوم أن الحجامة تسحب الدم الذي في بدن الصائم مما يسبب له الحكمة في إفطار المحجوم، يعني وكيف يقال أفطر الحاجم والمحجوم؟ مش جاءه من الدم، ما جاءه من الدم شيء، لكنه ذهب منه قوة، والله جل وعلا رؤوف بالعباد. فمثلا المرأة حينما قال عنها في الحيض أنه يحرم عليها الصيام، لما؟ رفقا بحالها، لأنها لو صامت لتعبت مع الحيض، يخرج الدم وتحتاج إلى الماء فلا تجده ممنوعة منه فيضرها، رفقا بحالها. وإلا فالصلاة والصيام ما يضرها، يعني لو كانت يعني الدم نفسه ما يضرها وحده، لكنه مظنة الإضرار بها، مظنة الإضرار، فلذا منعت الحائض والنفساء من الصيام،
لئلا يتسلط عليها ضرران معا، صيام ينهك بدنها ونزيف ينهك بدنها، فيجتمع عليها الأمران فرخص لها في الصيام وإن لم ترض بذلك، يعني مجبورة أنها تفطر منعت من الصيام لأجل أن لا تضر نفسها. والله جل وعلا رؤوف بالعباد، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة، فيمنع الأمة مما يضرها، مثل منعه صلى الله عليه وسلم للصائمين من الوصال، لأن الوصال يضره في حاجة إلى الطعام والشراب للصائم، فإذا امتنع عن الطعام والشراب تضرر، فلذا منع من المواصلة. كذلك الحائض والنفساء تمنع من الصيام، لأن الصيام يضرها، يجتمع عليها الصيام الذي فيه فقد الماء والطعام والشراب والحيض أو النفاس التي فيه الدم ينزف منها، فيجتمع الضرران فتتضرر، فلذا رخص لها في الفطر، وكان عزيمة يعني واجب عليها الفطر رفقا بحالها. سادسا، الحكمة من إفطار المحجوم أن الحجامة تسحب الدم الذي في بدن الصائم، مما يسبب له إنهاكا وضعفا مع ضعف الصيام، فمن رحمة الله تعالى بعباده أن صارت الحجامة تفطر لئلا يجتمع على المسلم عاملا ضعف في آن واحد. وأما سبب إفطار الحاجم فقد كانت الحجامة بأن يمص الحاجم الدم بواسطة محاجمه. الحاجم ما عليه، ماذا عليه؟ لما قالوا أفطر الحاجم والمحجوم؟ الحاجم لأنه يمص المحجم، يمصه حتى يفرغ ما فيه من الهواء لأجل أن يمشط الدم من الحجامة، فقالوا إنه يحرضه لأن يتسرب الدم إلى حلق وبطن الحاجم، فلذا نهي عن الصيام خشية أن يأتيه ما يفطره وهو لا يعلم. وأما سبب إفطار الحاجم فقد كانت الحجامة بأن يمص الحاجم الدم بواسطة محاجمه فيصل إلى جوفه من دم الحجامة، مما يسبب له الإفطار. سابعا، مثل الحجامة في الإفطار فصد العرق وسحب الدم الكثير بواسطة الإبر المستعملة في المستشفيات. فصد العرق، فصده قطع العرق، يفصده عشان ينزل الدم بسرعة بكثرة، وسحب الدم الكثير، قالوا الدم الكثير يسحب لأجل إنقاذ غيره أو نحو ذلك، قالوا هذا يفطر لأنه قياس على الحجامة، يعني مثل الحجامة في شفط الدم، فمعناه أنه يضعف البدن، فنهي عن الصيام في حال ضعفه. مثل الحجامة في الإفطار فصد العرق وسحب الدم الكثير بواسطة الإبر المستعملة في المستشفيات، بجمع أن كل هذا إخراج للدم من البدن، وإخراجه يسبب الإنهاك والضعف للصائم، مما يسبب إفطار الصائم. والإفطار بالفصد وسحب الدم على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام مقتضى القياس. ثامنا، خروج الدم اليسير من خلع ضرس أو سحب عينة دم لتحليل أو جرح ونحو ذلك. كان الدم يسير مثلا فلا يؤثر على الصائم، مثل دم الضرس مو كثير، ومثل الإبرة مثلا إذا خرج منها دم، أو مثل ما يمس الإنسان، يعني مثل لا إله إلا الله، مثل الجرح البسيط، وهكذا هذه لا تفطر الصائم، لا تقاس على الحجامة لأن الحجامة كثيرة. خروج الدم اليسير من خلع ضرس أو سحب عينة دم لتحليل أو جرح ونحو ذلك لا يفطر الصائم. أو سحب دم عينة دم التحليل، يعني يأخذ منه شيء للتحليل بسيط لأنه ربع البرواز أو كذا شيء قليل، بخلاف إذا أخذ منه دم كثير لإنقاذ ما إنسان مصدوم أو كذا وينزل منه دم من عوضه من الدم اللي راح عنه،
مثلا فيؤخذ دم كثير وهذا من نوع الحجامة، يعني فرق بين الدم الكثير والدم اليسير. الدم الكثير يفطر والدم اليسير لا يفطر. خلاف العلماء، اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. ربنا الحديث اللي فيها ثلاثة، اثنان حديثان يبيحان للصائم الحجامة، والحديث الثالث يمنع الصائم من الحجامة. الإمام أحمد أخذ بالمنع، أخذ بالحجامة أن الحجامة يمنع منها الصائم. الأئمة الثلاثة قالوا الصائم يحتجم ولا يضيره. خلاف العلماء، اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو صائم محرم. ورخص في الحجامة أبو سعيد وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن علي وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير. وذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد والبخاري إنه أصح حديث في الباب، ولأبي داود عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام أحمد حديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها. يقول الإمام أحمد رحمه الله أحاديث فطر الصائم بالحجامة يشد بعضها بعضا لأنها كثيرة ورويت عن عدد من الصحابة، ويقول وأنا أذهب إلى ذلك. فهو رضي الله عنه ورحمه يعتني بالحديث ويأخذ بالحديث أكثر من أخذه بالفقه والقياس. قال الطحاوي وغيره هي أحاديث متواترة عن عدة من الصحابة. قال شيخ الإسلام الأحاديث الواردة كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر، وهو الموافق للقياس. والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما فيه صحيح البخاري. الموافق للقياس يعني يشبه الحيض، يشبه الحيض، لأن الحيض دم كثير والحجامة دم كثير، فما دام الحيض ما يجوز معه الصيام فكذلك الحجامة. والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما فيه صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، ولكن أحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد وهو صائم خطأ من قبيصة. قال شيخ الإسلام وما ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، وأحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 نفسا، وساق الإمام أحمد. هذا أن الإمام أحمد رحمه الله يقول أفطر الحاجم والمحجوم، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ بهذا، وكذا ابن القيم، وكذا جمع من علماء الحديث والفقه، وهو الأحوط للإنسان أن لا يحتجم وهو صائم، لأنه إن كان في حال ضرورة فعليه أن يفطر إذا أرشد إلى الحجامة ضرورة، أو احتاج إلى أن يؤخذ منه دم كثير لإسعاف منقوم معصوم من هلكة، فله أن يفطر لأجل يعوض ما يؤخذ منه من الدم. مثلا إذا جاء بالرجل ليأخذ منه دم لإنسان محتاج للدم ضرورة، فيقال له تفطر وتأكل وتشرب أنت معذور لأنك تنقذ معصوم من هلكة، فيفطر ويأخذ منه الدم براحة ويكثرون من الدم منه لأجل الاستفادة منه. وأحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 نفسا، وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها. فكيف يقدم عليها أحاديث هي بين أمرين صحيحة لا دلالة فيه أو فيه دلالة ولكن غير صحيح. والصواب الفطر بالحجامة والفصد والتشريط وسحب الدم الكثير من البدن
الموجود في الحجامة موجود في هذه الأشياء طبعا وشرعا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين رحمهم الله تعالى. فوائد: الأولى، أجمع العلماء على أن الأكل والشرب والجماع مفطرات، واختلفوا في الحجامة والكحل والإنزال بدون جماع والإمذاء ونحو ذلك، وقد تقدم تفصيل ذلك. الثانية، تقدم لنا أن سحب الدم الكثير يفطر الصائم كالحجامة على القول الراجح، فلو فرضنا أن مريضا مضطرا إلى إسعافه بالدم قبل المغرب فإنه يباح لمن يراد سحب الدم منه الفطر بالسحب لأجل إنقاذ المعصوم. الثالثة، إذا جاء بالعبادة إلى على المقتضى الشرعي فادعى أحد فسادها أو بطلانها فإن عليه الدليل على ذلك، وإلا فقوله لا يقبل بنقص عبادة أو بطلانها ظاهرها الصحة إلا بدليل. الرابعة، أن الشارع إذا شرع عبادة بين أركانها وشروطها وواجباتها حسب ما اصطلح عليه علماء الأصول كما بين مبطلاتها ومفسداتها، فإن الأشياء لا تتم إلا ببيان ما يكملها وما يفسدها وما يبطلها. إذن فلا يحل لأحد أن يدعي بطلان أو فساد عبادات الناس من تلقاء نفسه أو بحكم يفرضه من عنده، فإن هذا اعتداء على الخلق في عبادتهم وعدوان في حق الخالق في شرعه. إنه لا يجوز للإنسان أن يحلل ويحرم أو يمنع أو يبيح من تلقاء نفسه، بل لا بد أن يكون اعتماده على قول الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز استخدام الصوابين المعطرة للمحرم؟ ينبغي للصائم أن يحافظ على صيامه ويمتنع عن كل ما يخدشه، أما الصابون المطيب فلا يعتبر طيبا لكنه هو طيب الرائحة، فإذا اعتبرناه طيبا فلا يجوز للمحرم أن يستعمله، وإذا لم نتعمله طيبا فيجوز للمحرم أن يستعمله. كذلك مثل البرتقال والتفاح وغيرها، هذه الأشياء روائحها طيبة لكنها ما تعتبر طيب، مثل الصابون الممسك وغيره ما يعتبر طيب ولا يتطيب به، وإنما يغسل به الروائح ويغسل به الأوساخ، فإذا اغتسل به المسلم فلا بأس عليه إن شاء الله، لكنه لو تركه تورعا فهو أولى. يقول السائل: عندي صكوك من الأموال قد مضى عليها الحول، هل فيها زكاة وصكوك أخرى لم تتم العام؟ فهل أجمعها على بعضها وأزكي عليها؟ أخي، ليست كل الأموال تجب فيها الزكاة، وإنما الأموال النقدين الذهب والفضة مهما اجتمع عندك إذا حال عليه الحول وكان نصابا فيجب أن تزكيه، وأما الأموال الأخرى فما أعد للبيع والشراء والتكسب تجب فيه الزكاة، وما لم يعد للبيع والشراء والتكسب لا تجب فيه الزكاة. فمثلا اشتريت أرضا مكان نائي بعيد، تقول إن شاء الله إذا وصلها العمران أبيعها تكسب تربحني كثير، هذه فيها الزكاة لأنك نويت بها التجارة. أما إذا اشتريتها بنية أنك تبنيها لك ولأولادك أو تقسمها بين أولادك إذا كبروا أو نحو ذلك، فهذه ليس فيها زكاة. قد يشتري اثنان أرضا واحدة تختلف نيتهما، أحدهما يجب عليه أن يزكيها والآخر لا يجب عليه أن يزكيها. الأول مثلا اشترى الأرض رخيصة، يقول أمل إن شاء الله أنها بعد سنة أو سنتين ترتفع قيمتها، هذا عليه زكاتها. وأما إذا اشترى الأرض بنية أنه يبنيها لكن ما عنده قيمة البناء الآن يجمعها، أو لكونها بعيدة ما يرغب في بنائها في الوقت الحاضر، هذا لا تجب فيه الزكاة. فعلينا أن نميز بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب من الأموال. يقول السائل: إذا جمع الرجل امرأة
امرأته لا تحل له فينا. إذا جامع الرجل امرأة لا تحل له في نهار رمضان فهل نوجه عليه الكفارة والقضاء مع إقامة الحد؟ هذا والعياذ بالله اقتربها إثما عظيما جنى على نفسه. أولا أنه زنى، والزنا محرم من أشد المحرمات ومن أكبر الكبائر، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالزنا شأنه عظيم وكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. ثم إنه الجماع لو كانت زوجته حرمت عليه، فما بالك بالمرأة الأجنبية تحرم أشد تحريما، وعليه الكفارة وعليه الحد إن كان محصنا فالرجم، وإن كان بكرا بخلاف الثيب فالبكر يجلد 100 ويغرب سنة، وهكذا عليه الحد وعليه الكفارة وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة النصوح، وإلا فالخطاب والوعيد الشديد أمامه إذا لم يتب. يقول السائل: ما صحة حديث أبي سعيد الخدري عند الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام رخص الحجامة للصائم؟ هذا من ضمن الأحاديث المتعارضة التي تقدم الكلام عليها. يقول السائل: هل يكفي غسل جنابة الغسل لغسل الجمعة بغسل واحد؟ يجوز أن يجمع الغسل المستحب والغسل الواجب في غسل واحد يكفيه ذلك، كما أن المسلم إذا صار عليه أحداثا كثيرة يجوز أن يجمعها في وضوء واحد. والصلاة مثل غيرها من الأعمال الصالحة يجب عليه أن يهتم بها ويحرص عليها، وصلاة الجمعة خاصة يجب على المسلم أن يحافظ عليها ويعتني بها. فإذا كان جنوبا وأجل الغسل إلى قرب صلاة الجمعة مثلا في غير وقت الصيام وفي غير الصلاة مثلا، فلا بأس عليه أن يجمع بهن النيتين أن يغتسل ويذهب إلى الجمعة لأجل أن يتطهر من الجنابة ولأجل أن يغتسل للجمعة. يقول السائل: هل كل من قال لا إله إلا الله لفظا يدخل الجنة؟ نعم إن شاء الله، لكن دخول الجنة ليس لازما أنه يدخلها من أول وهلة، قد يبقى في النار زمنا طويلا، قد يبقى في النار 100 سنة 1000 سنة 50 سنة، قد يبقى في النار 10 أيام، قد يبقى في النار. فالمسلم ما يكتفي بلا إله إلا الله فقط دخول الجنة، لأن دخول الجنة يدخل الجنة كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم متواتون في الدخول، كما جاء في الحديث أن الأغنياء يحبسون عن دخول الجنة بنصف يوم يعادل 500 سنة. إذا كان أنه عليه ملاحظات في أمواله أو نحو ذلك، أو جمع مالا حلالا وحراما أو نحو ذلك من الأمور الممنوعة، فلا يلزم من قول الإنسان لا إله إلا الله دخول الجنة من أول وهلة، قد يدخلها بعد سنين طويلة. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول السائل: إذا أخلع المحرم الإحرام قبل الحلق واغتسل ماذا عليه؟ ليس عليه شيء إن شاء الله، ليس عليه شيء. إذا اغتسل الاغتسال ما يمنع، هذا الاغتسال ما يمنع، لكن لو لبس ملابسه العادية فلا يجوز له أن يلبسها متعمدا إلا جاهلا أو ناسيا. إذا لبس ملابسه العادية متعمدا فعليه الفدية ذلك، أما إذا كان جهلا أو نسيانا
فيعفى عن ذلك بإذن الله. يقول السائل: هل يغني دم الحيض للمرأة عن الحجامة؟ وهل للطفل حجامة مثل الكبير؟ الحجامة لمن احتاج إليها كبيرا كان أو صغيرا، والحيض قد تحتاج المرأة وهي تحيض تحتاج إلى الحجامة إذا زاد معها الدم، فهو ليس مخرجا واحد وإنما هي مخارج ومجامع للدم، فحسب ما يقرر الأطباء إذا كانت بحاجة إلى الحجامة وإن كانت حائض فتحتجم. يقول السائل: كيف يعرف المؤمن أنه قد تاب من الكبائر؟ إذا تاب إلى الله وصدق في توبته، لو عرض له شيء من الذنب السابق أعرض عنه وما يريده، هذا هو التائب. أما التائب لعدم قدرة الشيء أو عدم وجوده فهذا لا يعتبر توبة صادقة، ولهذا يعبر عنها العلماء رحمهم الله بتوبة صادقة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فقد يتوب المرء توبة ليست بنصوح لأنه ما تيسر له هذا الذنب، قد يشرب الخمر مثلا لكن إذا جاء إلى مكة ما وجد الخمر فيتوب يقول أنا تائب، لكن لو تيسر له فرح به والعياذ بالله، فهذا ما يقال عنه أنه تاب إلا إذا كانت توبته توبة صادقة نصوحا. يقول السائل: زوج أهدى إلى زوجته هدية وبعد مدة طلب منها ما أهداه لها، وبعد وفاته يسأل الورثة هل تقسم على الورثة أم تعاد للزوجة؟ هذا حسب الحال، حسب ما يقال، حسب ما نيته. إن كان نيته أخذها قرضا منها على أنه يردها فترد لزوجته عند وفاة الزوج، وأما إذا كان أخذها تملكا وأعطتها إياه تملكا فهذه لا تعاد. يقول السائل: جامع زوجته قبل التحلل. جامع زوجته قبل التحلل هذا لا يخلو، إن كان قبل الطواف فإنها تبطل عمرته وعليه أن يكملها ثم يعطي بعمرة أخرى بدلها وعليه هدي. أما إذا كان قبل التحلل يعني قبل خلع الملابس والملابس الإحرام أو قبل الحلق أو التقصير فهذا لا يفسد العمرة الجماع، وإنما عليه شاة تبجر هذا النقص الذي حصل منه. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، ويجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.